بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. ومباراه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي في مشوار الدوري قدام فريق محترم وهو فريق مصر المقصه. ماتش النهارده بيجي قبل نهائي باذن الله البطوله العشرة للنادي الاهلي. ماتش مهم جدا لان المكسب النهارده هيبقى انت طويت صفحه الدوري اللي لعبنا فيها ثلاث ماتشات ورا بعض، وان شاء الله باذن الله النهارده ربنا وفقنا بالمكسب، يبقى احنا في الفتره ديت يعني انجزنا. كان نفسنا ناخد النقاط كلها ولكن ضاعت مننا نقطتين ماتش بيراميدز كنا احنا اولى بيهم، ولكن قدر الله ما شاء فعل. انما الفتره اللي فاتت كان في نقطه ايجابيه جدا 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 واضح لحضراتكم من ساعه ماتش الترجي. احنا كنا قبل كده بنقول ايه ماتشات، وناس كانت بتقول جمله كده انا ما بحبهاش اصلا، يعني انا ما بحبش الجمله دي اللي يقول لك مش عارف تكسب ولا تلعب، مش عارف تلعب ولا تهز، حاجات كده من اللي هي الحاجات اللي فيها ايه فلسفه شويه. لا، احنا بقالنا من ماتش الترجي لحد الماتش اللي فات بصراحه يعني معظم المباريات ان ما كانش اغلبها بيبقى اداء ونتيجه. حتى مباراه بيراميدز اللي ضاع مننا فيها نقطتين احنا عملنا مباراه وشوط ثاني من اروع الاشواط اللي النادي الاهلي عملها السنه دي، ولكن الاخطاء موجوده وممكن تتعادل، ممكن يعني يضيع منك نقطتين، يعني ورده. ولكن الايجابيه ان انت ملاحظ الفتره اللي فاتت ان في تقارب في المستويات بين اللعيبه وبعضها. اللعيبه دلوقتي بقت بتتنافس مع نفسها علشان تلعب، عشان تحط رجليها في الملعب، عشان كله نفسه الفتره دي يلعب دوري ويلعب بطوله افريقيا، وكله عنده حته الاستنفار جامده جدا 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 وانكار الذات جامده جدا جدا. ولو اتفرجتوا حضراتكم على المباريات اللي فاتت تلاقوا لعيبه كتير جدا جدا بتيجي على نفسها زياده عن اللزوم كمان عشان خاطر الفرقه وعشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر زمايلهم، وده اللي بيبقى واضح جدا في الماتشات اللي فاتت. عشان كده الفتره اللي فاتت كانت فيها ايجابيات كتير جدا بجانب النتائج، العروض الكويسه، والعروض ان شاء الله لما النادي الاهلي بيخش في عروض مع النتائج ما بينزلش. ممكن تهوي ربع ساعه في شوط، شوط لو فرقه مقفله زي ماتش المقاولين اللي فات، انما الشوط الثاني لقينا طفره جامده جدا في الاداء. فالفتره اللي فاتت فيها ايجابيات، الحمد لله رب العالمين. الاصابات قلت، بعض اللعيبه اللي كانوا مصابين دخلوا تقريبا الفرقه، تقريبا الهيكل الاساسي بالدكه. عايز اتكلم على الدكه كمان، الدكه في الماتشات اللي فاتت بتنزل تفرق، يعني بقت عنصر فعال، بقى في تقارب في المستويات بين الدكه، وده دايما موجود في النادي الاهلي على فكره. ولكن كمان الدكه بقت مؤثره جدا برغم ان في بعض الاصابات، ولكن الدكه بقت مؤثره جدا 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 جدا، وده شفناه الماتشات اللي فاتت. بس بقى الفتره اللي فاتت عايز اتكلم على حاجه تانية. يمكن انا المره اللي فاتت اتكلمت على حته التفويت دي عديناها، انما الفتره الجايه باليومين اللي فاتوا دول تلاقي بقى كلام كتير جدا 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 مثار. ما هو يدخل لك في حاجه فما يلاقيش فيها جدوى يبحث لك عن حاجه تانية، يقول لك لا اخش له في حته تانية، يقول لك ايه اعمل له خلافات جوه فرقته. وفي ناس بتصدق، لكن جمهور الاهلي خلي بالك واعي جدا جدا وعارف ان الحاجات دي معظمها اشاعات والغرض منها ايه. يقول لك ايه ان النادي الاهلي في 3 4 لعيبه جالهم عروض وعايزين يسيبوا النادي ويمشي. 1 و2 و3 ماشي، عدت دي محدش علق عليها. قال لك ايه خلافات في التجديد، ده علي معلول مش عايز يوقع، علي معلول عايز مش عارف 2 مليون دولار، قفشة جاي له تركيا، لعيبه خبطت في بعض في التدريبات، مش عارف شريف والشناوي مش عارف. وتخش تشوف في الماتشات حاجه تانية خالص خالص خالص، يعني الكلام اللي بيقولوه ده اشاعات كتير جدا، هي او هم اللي بيقولوا الاشاعات دي واحنا عارفينهم كويس قوي عايزين حاجه واحده بس، يعرقلوا مسيره النادي الاهلي. هم شايفين ان النادي الاهلي رجع للدوري وماشي كويس، النادي الاهلي هو ممثل مصر في افريقيا، وان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه ان شاء الله يتوج بالعشره الافريقيه. فكل الكلام دوت عايزين يعملوا بلبله، عايزين يوقفوا المسيره،
سواء في بطوله الدوري او دوري ابطال افريقيا. هي بس العرقله هم عايزين يوقفوا الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي فاهم وواعي، وطول عمر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي فاهمين وواعيين.